تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، فليتفضل سيادته. مساء الخير على حضراتكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هرحب بحد لان احنا في بيتنا، يعني اساتذتنا الكبار والاستاذ الدكتور رئيس الجامعه الدكتور محمد عبد الكريم. الجراحون لا يملكون نواصي الكلب، اعذروني. اولا انا بهني اساتذتنا وزمايلنا اللي حصلوا على جوائز الدولة أو جوائز الجامعة أو جوائز عالمية وإقليمية. وأي تحسن في الأداء البحثي هو نتاج لمجهودكم. إحنا في الإدارة مجرد منظم وعامل مساعد لأداء حضراتكم بقدر الإمكان. إحنا في إدارة الجامعة في مجال البحث العلمي تركيزنا الرئيسي كان على الشباب، والمزج بين خبرة الشباب بين خبرة شيوخ العلماء والأداء والنشاط والهمة بتاعت الشباب. حضراتكم الدكتور عمرو عوضة أو الدكتور أحمد فكري أو الدكتورة نشوة أو الدكتورة منى الهلالي أو الدكتور رامي أو الدكتور محمد الشبيني أو الدكتور حمدي حسني، كل الشباب اللي شغالين في قطاع الدراسات العليا والبحوث اللي حضراتكم شفتوه دول نتيجة اختيار مسؤول، مش اختيار المسؤول، لا اختيار مسؤول. كلهم ما كناش نعرفهم قبل كده، تم اختيارهم بناء على إعلان للكافة، وتم الاختيار بناء على معايير واضحة بدون مجاملات. احنا اعتمدنا الاول دايما على البشر، ولما بنعتمد على البشر احنا درسنا وضع الجامعه اول ما جينا. عارفين النشر الدولي في جامعه المنصوره من سنه 1980 حتى هذه اللحظه ماشي ازاي، عارفين ايه المجالات اللي تقدمنا فيها وايه المجالات اللي تراجعنا فيها، عارفين ايه المجالات اللي احنا محتاجين ننشر فيها. وفي البحث العلمي في حاجه اسمها هوت توبكس، انا ممكن اكون بنشر في مجال الكيمياء ابحاث كتيره جدا لكن ما تاخدش سيتيشنز والعالم لا يلتفت ليها لان انا بنشر في مواضيع مش مهمه للعالم. واحنا باذن الله تعالى ان شاء الله هتبقى في لسته هتتبعت لكل الاقسام العلميه في كل تخصص بالهوت توبكس في المجال، بحيث ان احنا نزود الفيلد ويتد سيتيشن اندكس، ان احنا ننشر في مجالات تهم العالم وتهم خطة مصر 2030. احنا برضو لما جينا بصينا للإنفاق بتاع صندوق البحوث على البحث العلمي في الجامعة، احنا بصينا لكل كلية، ولما بصينا لكل كلية ما بصيناش للإنفاق الإجمالي. احنا فوجئنا ان لما حسبنا الإنفاق على عضو هيئة التدريس لقينا أعلى متوسط إنفاق على عضو هيئة التدريس أو حصول عضو هيئة التدريس على تمويل من الجامعة كان في كلية الصيدلة 9800 جنيه في المتوسط، مقابل كلية الطب 1700 جنيه، مقابل كلية طب الأسنان 360 جنيه. ودي حاجة احنا من المهم ان احنا نبص لها ويبقى في تواصل مع الكليات. والدكتور أشرف شومة كان بيكلمني دلوقتي احنا هنبعت لكل الكليات، احنا عندنا حصر بالأداء البحثي لكل كلية وكل قسم علمي وكل تخصص عشان نتشارك كلنا في تحسين الأداء البحثي لجامعة المنصورة. أنا مش هتكلم الدكتور عمرو عوض والشباب شرحوا إحنا بندفع قد إيه أو بنمول قد إيه تمويل للمعامل البحثية، لكن إحنا في خطوة مهمة إحنا شغالين عليها بقالنا فترة، إن إحنا بنعمل حصر شامل للأجهزة
في كافة معامل الجامعة، وفي عندنا برنامج مع التعاون مع مركز التقنية إن إحنا في المستقبل القريب جدا إن شاء الله هتقدر حضرتك. إحنا دلوقتي على موقع الجامعة في حصر كل الأجهزة في الجامعة، الخطوة اللي جاية هيبقى مع حضرتك أبلكيشن على الموبايل، عاوز جهاز معين هتقدر تحجزه وتقدر تشتغل عليه في الوقت المناسب، وده هيوفر تمويل لأصحاب المعامل وهيوفر كتير على أعضاء هيئة الرئيس والشباب. عندنا اهتمام ان شاء الله في المرحله القادمه بالعلوم الانسانيه، وده في التصنيفات الدوليه احنا دايما عندنا الديفكت ده عشان النشر باللغه الانجليزيه. احنا كان عندنا شكوى من الساده الزملاء في مجال العلوم الانسانيه ان تكلفه النشر عاليه، فاحنا عملنا تعديل جديد من السنه دي ان شاء الله ان اي حد في العلوم الانسانيه عنده بحث مقبول الجامعه هتدفع تكاليف النشر قبل النشر، وبعد كده هياخد حوافز النشر زيه زي باقي الزملاء تشجيعا للعلوم الانسانيه. احنا برضو كان حاجه مبهره ومشرفه ان احنا في مجال العلوم الانسانيه كليه الاداب فريق بحثي بتمويل من الجامعه في منطقه اسمها تل بلله او تبلله، قدروا بالتعاون مع وزارة الآثار يكتشفوا 4 مقابر فرعونية و507 قطع أثرية بتمويل من صندوق البحوث الجامعة، فإن شاء الله هيبقى عندنا اهتمام بإخواتنا وزملائنا في مجال العلوم الإنسانية. القسم العلمي هو نواة البحث العلمي وهو الوحدة الفنية، وإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نساعد الأقسام العلمية. إحنا كنا عملنا السنة اللي فاتت مسابقة لأكتر قسم علمي، وزمايلنا في الطب لما عملنا المسابقة قال لك ده عامل المسابقة عشان المسالك ياخدوها، المسالك ما تقدموش أصلا لأن لم يكن، فالقصد يقولوا إحنا عملنا المسابقة دي لهدف مهم جدا إن إحنا نشوف ونشوف بعض ونعرف مين اللي بيشتغل، لأن في ناس كتير جدا بتشتغل محدش شايفها. الحاجة التانية كان الكلام مع الدكتور أشرف عباسي ده بيبقى مهم لتعيين والترتيب لرؤساء الاقسام، نبقى عارفين اداء القسم العلمي في كل مكان في الجامعه احنا نشوفه. فان شاء الله المسابقه دي مستمره ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله ان كافه الاقسام العلميه في الجامعه تتقدم بها. نقطه مهمه برضو المجالات العلميه للجامعه، مجلس اعلى الجامعات عمل حاجه كويسه قوي انه عمل تصنيف وسكور للمجلات المحليه. والحقيقه احنا عملنا نظام في واحده مسؤوله عن كل المجالات في الجامعه، وعندنا حصر ده ما كانش موجود، عندنا حصر بكافه المجالات. والحقيقه كل الساده العمداء وكلاء كليات الدراسات العليا ورؤساء تحرير المجلات تعاونوا معانا، واحنا دلوقتي عندنا 21 مجله واخدين سكور عالي جدا، وفي تصنيف المجالات اللي بيصدر كل 6 شهور في تحسن مضطرد في تصنيفات المجلات المحلية للجامعة. نقاط سريعة بس، أخلاقيات البحث العلمي عندنا بعض المشاكل في أخلاقيات البحث العلمي، وإحنا كإدارة جامعة حاولنا بقدر الإمكان إن يبقى الكود بتاع أخلاقيات البحث العلمي عندنا يتناسب مع قدر الجامعه ويتوافق مع الكود اللي موجود في كل انحاء العالم. واحنا شكلنا لجنه بقياده الاستاذ الدكتور هشام عبد الهادي، انا ما اعرفش موجود ولا لا، مقرر اللجنه العليا لاخلاقيات البحث العلمي في الجامعه، وكان مجموعه من الشباب وجابوا الكودز بتاعت هارفارد والكودز بتاعت تورنتو وجابوا الكودز الاسترالي والانجليزي، واتعمل لائحه لاخلاقيات البحث العلمي لا تقل عن اي جامعه في العالم. والمهم إن كان زمان نائب رئيس الجامعة هو رئيس اللجنة، دلوقتي اللجنة دي مستقلة تماما عن إدارة الجامعة حرصا على النزاهة والشفافية. السنة دي برضو عملنا لأول مرة لجنة لأخلاقيات التعامل مع حيوانات في التجارب، واللائحة بتاعتها صدرت، ودي هتبقى مهمة جدا عشان تساعد الزملاء ابتداء من العام القادم مش هيبقى فيه قدرة على النشر في مجالات التعامل مع حيوانات التجارب بدون الموافقة من اللجنة. أخيرا
خلق البيئة العلمية. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلق بيئة علمية ان احنا نشوف بعض. بنحاول ان سنويا الناس اللي واخده السادة الزرع اللي واخدين تمويل من صندوق البحوث ان احنا كلنا قدام بعض نعرض مشاريعنا عشان نتعلم من بعض. وساعات كتير جدا حد من علوم بيطلع فكره حد من اي كليه ثانيه زي طب او هندسه او تبقى بيتعلم منها وياخد فكره جديده يعني. ومهم ان احنا نشوف بعض عشان نقدر نطبق الانتر ديسيبلينري ريسيرش ان احنا نقدر نتعاون مع بعض. بنحاول نخلق البيئه العلميه والدوله مهتمه بده. انا من سنه ونص تقريبا كان عندنا عرض للبحوث اللي بتتعمل في الجامعه المموله من صندوق البحوث. عندنا استاذه من القامات القليله في العالم في مجال الاسماك في كليه الطب البيطري، وعرضت علينا ان سواء البحيرات اللي موجوده في كفر الشيخ او البحيرات اللي موجوده في قناه السويس نسبه التلوث بالمعادن الثقيله والبكتيريا عاليه جدا، وكان ده محبط جدا جدا لنا. كانت عندي من اسبوعين في المكتب اختاروها مستشار علمي لهيئه الثروه السمكيه اللي درسها اللواء حمدي الدين، ونسبه التلوث في البحيرات دي اللي بتنتج السمك اقل حاليا بكثير من النسب العالميه، وده يدي ان الدوله فيه اهتمام بالعلم. وعرفت منها ان في 900,000 طن من الاسماك جاهز للتصدير، وان الوضع تحسن كثيرا باستخدام العلم. في النهايه احنا حاولنا نعمل تجربه جديده. تنظيم اليوم ده مينلي تنظيم للشباب. دكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدوليه، دكتور احمد حسين عوض مكتب البحوث، دكتور حمدي حسني، دكتوره نشوى مريان من مكتبنا فوق، مدام نشوى مدير عام البحوث، مدام سهى من مكتبنا، عمرو عوض منسق البحوث، الاستاذ وليد، الاستاذ هاني هلالي من مكتب الاعلامي، دينا من مكتبنا اللي ماسكه المجالات العلميه، ومن الشمال الدكتوره منى هلالي مدير مكتب التصنيف الدولي، دكتوره رانيا تبعي شفتوها حضرتكوا تقريبا من كليه العلوم، دكتور محمد الشربيني، الدكتور عمرو الموافي مدير مكتب رعايه البراوسين، واخيرا نجم النجوم مدير مكتب الطايفو الدكتور احمد فكري. الشباب دول بيشتغلوا بجد واجتهاد بلا مقابل للجامعه، واحنا كاداره جامعه سواء الدكتور اشرف عباسط او الدكتور مليجي او الدكتور محمد عطيه او انا، احنا هدفنا ان احنا نخلق امل لمجموعه الشباب اللي موجودين في الجامعه. واتمنى ان اي حد من اخواتنا الصغيرين نقدر في يوم من الايام يحس ان الاداره دي فتحت لهم طاقه امل للمستقبل. وشكرا جزيلا.